أمل بتقول: برافو لكل طبيب تابع أحدث الأبحاث وقدم خدمة ممتازة للناس. برافو لكل طبيب فكر في ظروف الناس وقدم خبرته واهتمامه بأسعار تقدر عليها الناس. برافو لكل أب وأم اهتموا بالتشخيص المبكر لمشاكل أولادهم النفسية، لأن ده بيساعد كتير جداً في الوصول لعلاج التوحد وصعوبات التعلم والقلق ومعظم الاضطرابات النفسية. مركز دار الأمل، أفضل مستوى في تنمية المهارات، أفضل سعر، أفضل اهتمام، أفضل تقييم نفسي، إشراف طبي مميز. والأول مرة في مصر تجتمع الخبرات الطبية النفسية للأطفال في مكان واحد، دار الأمل. للاستفسار اتصل على 011-35-46-46-8. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. أهلا بكم مشاهدينا برنامجكم بكرة أحلى، في حلقة مميزة جدا النهاردة بعد إعلان مركز دار الأمل بتبني حملة اطمن على طفلك. طبعا بنشكر كل الناس اللي اتصلت بينا وكمية الأسئلة اللي جت هتخلينا النهاردة شوية نركز على بعض المواضيع من كتر الأسئلة فيها. طبعا الحمد لله في أول أسبوع من نجاح حملة اطمن على طفلك، ده هيشجعنا وهيشجع احنا كبرنامج وهيشجع مركز دار الأمل كمركز طب نفس أطفال إن هو يتابع الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، وإن شاء الله تبقى يعني فترة كويسة الفترة اللي جاية. من أكتر الحاجات الأسئلة كانت عن صعوبات التعلم. حصل خلط كبير خالص وبعض الناس كانت متلخبطة: يا دكتور هو أنا طفلي عنده صعوبات تعلم ولا عنده ملوش في الدراسة؟ هو أنا طفلي عنده صعوبات تعلم ولا عنده كهرباء زيادة عن المخ؟ بصراحة سمعنا حاجات يعني كانت يمين خالص وحاجات كانت شمال خالص. فالنهاردة هنتكلم بشوية تفاصيل علشان الناس اللي ما قدرتش تتواصل معنا والناس اللي ما قدرتش تيجي إن هي تفهم يعني إيه صعوبات تعلم. صعوبات التعلم ده بيظهر في سن الدراسة، يعني قبل سن الدراسة ما بقاش فيه صعوبات تعلم. طيب أول سؤال هنا: هل في بعض الإشارات بتوضح لي إن طفلي هيكون عنده صعوبات تعلم؟ في. طيب إيه هي الإشارات المبدئية التي توضح إن طفلي ممكن يخش في سن الدراسة إن هو يكون عنده صعوبات تعلم؟ أول حاجة عند سن 4 سنين، إيه؟ مسكته للقلم. الطفل اللي ماسك القلم من فوق، الطفل اللي ماسك القلم كده، الأطفال اللي مش بتعرف تمسك القلم دول غالبا بيكون عندهم صعوبات تعلم، تمام، في الكتابة. تاني إشارة إن الطفل طريقة النطق بتاعته مش مظبوطة. يعني إيه؟ يعني دايما يقدم حروف عكس بعضها، يقول الكلمة بالعكس، النطق بتاعه مش مظبوط، فيه لخبطة. من أشهر الحاجات كتيرة كتيرة خالص المعتادة عند الأطفال كتكوت، مستشفى، الحاجات اللي فيها حروف شبه بعض دايما بتتلخبط وبتتقدم وبتتعكس. طيب السؤال اللي اتكرر كتير خالص: ابني الدكتور ده مستقبله ايه؟ يعني طلعه من الدراسة وخليه يشتغل بقى في اعلمه حرفة وكده؟ لا خالص يا جماعة، صعوبات التعلم ده لا تمنع الطالب او الطفل من تقدمه دراسيا لدرجة ان هو يبقى عبقري. وعشان كده انا عايز اوريكم الفيديو النهاردة مين في العالم كان عنده صعوبات تعلم. يا ترى مين؟ ما تيجي نشوف الفيديو النهاردة مين اللي كان في العالم اللي عنده صعوبات تعلم. نشوف اول فيديو معنا النهاردة، وانا عايز اسيبكم معاه يعني فترة شوية دلوقتي، يعني شوفوا دلوقتي دول صور لبعض الناس اللي كان عندهم صعوبات تعلم. طبعا نيلسون ريكفور ده كان رئيس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحاكم ولاية نيويورك، ده كان بيعاني صعوبات التعلم في أيام الدراسة الأولانية بتاعته. يا جماعة صعوبات التعلم مش محتاجة إن أنا أخلي الطفل أواجهه بيها، ده محتاج إن أنا أفهم صعوباته علشان أخليه يقدر يتغلب عليها. يبقى هنا نقطة الفهم بتاعت صعوبات التعلم دي مهمة خالص. كان عنده قدرة محدودة على القراءة والكتابة في التحصيل الدراسي. الراجل ده بيخلينا نفكر في نقطة مهمة خالص، ان صعوبات التعلم منها انواع كتير. ايه انواع صعوبات التعلم؟ في صعوبات قراءة وصعوبات كتابة وصعوبات نطق.
تاني واحد طبعا اشهر واحد اللي هو جراهام بيل، ده مخترع التليفون، ده معروف خالص. يعني تخيلوا كل العلماء وكل الزعماء في العالم، ده كان عصره قراءه، ما كانش بيعرف يقرا، كان يعني ايه مش بيعرف، يعني كان بيتلخبط في الاستهجاء بتاعه الحروف. البرت اينشتاين، طبعا ما فيش حد في الدنيا مش عارف مين البرت اينشتاين. تخيلوا ان البرت اينشتاين كان عنده صعوبات في ايه، في الرياضه، في الحساب، اللي هو اكتر واحد ومخترع النظريه النسبيه وكل ده، وسقط وساب الدراسه علشان كان عنده مشكله في الحساب، ما كانش بيعرف يحسب. البرت اينشتاين اللي مخترع النظريه النسبيه واكبر عالم في العالم، اكتر عالم في العالم ذكاء وفي الرياضيات. جيفرسون ده طبعا يعني ده كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه ورجل دوله وكان سفير ورئيس دوله، رئيس اكبر دوله في العالم، تمام، بغض النظر حتى اتفقنا معاه ولا اختلفنا، بس ده كان رئيس، ده كان عنده صعوبات تعلم. فايه هي صعوبات التعلم دي؟ صعوبات يا اما في القراءه يا اما في الكتابه يا اما في القرايه. لكل جزء منها احنا لكل جزء من الاجزاء ديت عايزين نفهم الطفل بتاعنا، نفهم ان هو ما عندوش مشكله تعوقه ان هو يكمل دراسته، لا ده هو عنده مشكله احنا نتفهمها علشان نعديه منها ونعالجه بدري ونخليه كويس. انا متشكر جدا للفيديو، كفايه الفيديو كده تمام، ونخليه كويس ان هو يعدي معانا المرحله الصعبه ديت علشان يقدر يكمل دراسته وتعليمه. طيب عايزين ناخد القصة واحدة واحدة. أول حاجة في صعوبات التعلم يشترط إن هو يكون نسبة الذكاء بتاعته كويسة. المشكلة فين في صعوبات التعلم؟ المشكلة في مكان في المخ كده، المكان ده مرتبط بشق الأشكال، يعني الأشكال بتاعت الأشياء والذاكرة، بيبقى فيهم خلل إن الطفل ما بيقدرش يحتفظ بالحرف أو بالرقم أو لمدة طويلة، فيحصل لخبطة، الحروف تخش على بعض، ما عندوش تنظيم فكري معتدل. طيب ده بيبان في ايه؟ ما تيجي نشوفه الطفل اللي عنده صعوبات في الكتابة بيكتب ازاي. يعني هو الكتابة دي واحد خطه وحش؟ لا، ده خطه اشهر الحاجات ايه؟ بينزل يشرب من على السطر، خطه مش مفهوم، الحروف ملخبطة. تعالوا نشوف تاني فيديو معانا النهاردة اللي هو صعوبات الكتابة، نشوف فيه ايه. نشغل الفيديو يا جماعة لو سمحتوا، رقم 2. تمام، ده نموذج لطالبة كان عندها صعوبات تعلم. أنا عايزكم بقى تبصوا كويس خالص كده على الشاشة وتشوفوا ده الكلام اللي هو كاتبه، وشوفوا الكلام اللي المقصود بيه، يعني شوفوا أول كلمة دي يعني قصده بيها جلس خالد، فين الجيم؟ الجيم مش موجودة، الألف قبل الدال، مش عارف إيه، يعني شوفوا الكلمة دي تخيلوا تطلع إيه، أنا أحب أبي كثيرا، شايفين كانت بابا دي مكتوبة وألف وبه واتنين ألف ورا بعض. القصة بيبقى فيها فعلا مشكلة وصعوبة قوية جدا 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 ان هي تقدر تعدي المرحلة دي. تمام، من صعوبات التعلم كمان بيكون الطفل عنده مشكلة في الفهم والتفكير والادراك والانتباه والقراءة والتهجي والنطق واجراء العمليات الحسابية. طيب نعرف ازاي ان هو عنده مشكلة؟ اول حاجة بيكون عندهم زيادة في الحركة جدا. الاطفال اللي هي يعني شايفين الكتابة بتاعتهم عاملة ازاي، الاطفال ديت بيكون ما بيحبوش، بيوصلوا لدرجة ما بيحبوش الواجب، ما بيحبوش المدرسة، ما بيحبوش يكتبوا. ليه الكلام ده بيحصل؟ ده بيحصل لان طول الوقت في انتقاد، طول الوقت ان انت مش كويس، طول الوقت ان شايفين الكلام نازل من على السطر ازاي، يعني شايفين الكلمة بتاعة الطعام ديت نازلة من على السطر ازاي. يبقى كل الحاجات ديت بنسميها صعوبات كتابة، اللي هي بتندرج تحت اسم صعوبات التعلم. بيخلي الطفل طبعا نفسيته مش كويسة، بيخلي عنده أعراض اكتئابية، بيخلي عنده ان هو مش قادر يتعامل ومش قادر يكون شكل كويس في المدرسة. بيحصل لهم تسرب في الدراسة، مش بيبقى فاهم، مش بيبقى سريع التشتت، أي حد يقول له حاجة ما عندوش ثقة في نفسه. كل الحاجات ديت بتأثر في الآخر على الحصيلة اللغوية بتاعته. بتلاقي ان طفلك في آخر الوقت مش عارف يتكلم مع حد، في اخر الوقت طلع انسان ضعيف، في اخر الوقت ان هو كره المدرسه وكره التعليم لدرجه ان هو مش قادر يكمل. وكل ده علاجه بسيط خالص وعلاجه سهل جدا، ان انا اتفهم الموضوع ده وابدا اساعده ان هو يعديه وان هو يتعالج منه.
تمام. الحاجات اللي بتحصل ان انا لازم طفل صعوبات التعلم لازم اكون متاكد ان هو ما عندوش تاخر عقلي، ما عندوش توحد، ما عندوش سمات توحد، السمع والنظر كويسين، يعني بيقدر يسمع بيقدر يشوف، يبقى هنا لازم نعمل ابحاث. وده بيرجع كلامنا بتاع كل مره، التشخيص الكويس، التشخيص المظبوط، علشان ده بيفرق جامد جدا في العلاج. طيب بيفرق ازاي؟ انا عايز بس تاخدوا بالكم من الفيديو المعروض يعني هنا بقى في فترة العلاج، شوفوا قبل العلاج كان عامل ازاي، هنا بعد العلاج بقى خطه عامل ازاي، وده الكلام الاساسي يعني ده قبل العلاج، ده الاخضر ده بشكل العلاج وده الكلام الاساسي. ففعلا حاجة بتتعالج وفعلا حاجة بتجيب نتيجة، بس كل اللي مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نتفهم كده، نتفهم ان الطفل ما عندوش مشكلة في فهمه، ان ما عندوش مشكلة في المدرسة، ما عندوش، الطفل قد يكون زي ألبرت أينشتاين كان عنده مشكلة في الحساب وطلع اكبر صاحب نظرية نسبية في العالم. شكرا للفيديو يا جماعة. يبقى كل الحاجات ديت بتخلينا ان احنا نفكر مرة واثنين وثلاثة، انا طفلي مشكلته ايه في المدرسة؟ يا ترى مشكلته عنده خوف من المدرسة؟ يا ترى مشكلته صعوبات تعلم فبالتالي مأثر عليه ذهنيا وفكريا، مش عارف يكتب، مش بيشوف كويس، مش بيسمع كويس؟ هيرجعنا في الاخر لنقطة مهمة جدا، التشخيص الكويس. ده بيخلينا نعرف ازاي ان طفلي متشخص كويس ولا لا. اول حاجة نتيجة العلاج ببساطة، النتيجة ايه؟ انا بشتغل مع ابني بقالي 3 شهور. طيب كويس، هاي جميل، النتيجة بتاعته ايه؟ لا مفيش نتيجة، لا يبقى اكيد في مشكلة. طيب بشتغل مع ابني بقاله سنة، وسمعنا الكلام ده كتير جدا، بقاله سنة وبشتغل معاه صعوبات تعلم يا دكتور ومش عارف، طيب اوكي النتيجة كانت ايه؟ ولا حاجة، يبقى في مشكلة هنا قائمة، مشكلة تشخيص، مشكلة أبحاث، مشكلة جلسات علاجية. وجايب لكم النهاردة فيديوهات للجلسات العلاجية هنشوفها مع بعض، لكن خلينا نرجع للتشخيص. التشخيص أول حاجة لازم أستبعد كل المشاكل التانية اللي ممكن تعمل صعوبات تعلم. هل في مشاكل تعمل صعوبات تعلم في حياة الأمر؟ لا، لكن في مشاكل تعمل تأخر دراسي، ان الطفل يكون متاخر علشان خايف من المدرسه، عشان خايف من زمايله، مش ما عندوش ثقه في نفسه، مش قادر يكون علاقات مع زمايله، زمايله بيتريقوا وبيضحكوا عليه، يبقى هنا لا احنا لازم ناخد الطفل ده ونبدا نشتغل معاه بطريقه تانية يكون العائد بتاعها في النهايه ان التاخر الدراسي بتاعه يبقى كويس، يبقى ما عندوش تاخر دراسي، يبقى عنده كفاءه اجتماعيه. ودي اهم حاجه للانسان عموما في الاطفال، طول الوقت الطفل بيعمل الحاجة اللي احنا بنقول عليها كويس، برافو عليك ان انت عملت كده، هتلاقيه زود في السلوك. فاحنا لو موضوع التأخر الدراسي ده خدناه بصورة ان ده حاجة ممكن تتعالج وحاجة ممكن بسهولة خالص يبقى كويس، ده اكيد الطفل ساعتها هيبقى كويس. تمام. التشخيص بيتم في نقط، اول نقطة الجلسة الكلينيكية العادية، ان الطفل بيجي وبنشوفه بنعرف القصة بتاعته بدأت ازاي ومشيت ازاي والكلام من ده كله. بعد كده الاختبارات، في مجموعة من الاختبارات بتبقى جاهزة معروفة لصعوبات التعلم، اول حاجة اختبار الذكاء، نضج اجتماعي، قلق، توتر، وبعض بطارية صعوبات التعلم عشان اعرف اي حروف او اي حاجات بالظبط هي اللي فيها صعوبات التعلم اللي ابدأ اشتغل عليها. تمام. تاني حاجة البرنامج العلاجي، ودي اهم نقطة، اهم نقطة. طب انا عرفت ان انا كأم في البيت او انا كأب في البيت عارف ان ابني عنده مشكلة في المدرسة، فانا لما رحت للدكتور وقال عنده مشكلة في المدرسة ما بفلش جديد. تمام. لكن الاضافة الجديدة هي في العلاج، الاضافة الجديدة ان انا ازاي هعالجه. تعالوا نشوف الفيديو اللي معانا النهاردة اللي بعد كده اللي هو فيديو رقم 4، ازاي بنعالج ده. طفل طبعا رسمين له خط وسطر علشان يفضل ماشي عليه طول الوقت. تمام. الخط والسطر ده مهم جدا 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 في الاول، نبدا نقول له اكتب الحرف ويفضل يعيد فيه. ده في البيت يعني يا جماعه، الفيديو ده انا عايز كل الامهات وكل الابهات اللي بيشوفوا الحلقه معانا النهارده يركزوا قوي قوي قوي، عشان ده ممكن تعملوه مع اولادكم بطريقه سهله وبطريقه بسيطه، وده ان شاء الله يجيب نتيجه كويسه خالص. الفكرة كلها دلوقتي ان انا افضل ورا الطفل لغاية فعلا ما يكتب، افضل ده بالنسبة للبيت. بالنسبة للجلسات العلاجية في المركز مثلا في
في المركز او في اي مكان، ان انا هخليه يرتب شكل الحرف مع صوت الحرف مع كتابة الحرف مع حاجة تانية، يبقى بيحصل ارتباط كده. الارتباط ده هو ده طريقة العلاج. فده محتاج فريق مدرب كويس قوي، مش مدرب على طب نفس اطفال، لا مدرب على صعوبات تعلم. يبقى الفريق ده هو اكتر فريق هيساعدني. ليه؟ عشان مفيش ادوية، مفيش دواء الطفل ياخده يبص يلاقوا شكل الحرف في دماغه اتظبط، لا مفيش الكلام ده، تمام؟ فده هيخلينا نرجع ان احنا نقول التشخيص كويس والعلاج كويس، دول اهم حاجة. طيب ما تيجي مع بعض كده نفتكر الحملة بتاعت اطمن على طفلك اللي عاملها دار الامل، اللي بصراحة جاء منها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، تأخر دراسي وصعوبات تعلم وتأخر عقلي وتوحد وفرط حركات وشتت انتباه، ويا دكتور ابني بيتحرك كتير، كمية اسئلة. احنا محتاجين 20 حلقة عشان فعلا نجاوب على كل الاسئلة ديت علشان كل الناس تستفيد. لكن من اكتر الحاجات هو التدخلات الطبية يا جماعة، او تدخلات الاضطرابات النفسية عند الاطفال. يعني ايه تدخلات؟ يعني في قاعدة كده بتقول ان نادرا نادرا ما بيجي اضطراب واحد مع طفل. يعني مثلا ايه؟ طفل عنيد. يعني ايه عنيد؟ يعني ما في فرق ما بين عنيد وبيتدلع ومش بيسمع الكلام، في فرق كبير جدا. الطفل العنيد ده هو بيقول لا على كل حاجة. انا مثلا طفل عنيد، فانا اي مغسل ايدي، فماما قالت لي قوم اغسل ايدك، فلا مش غسل ايدي. طب ما انت اساسا كده كده كنت قايم، بس لمجرد ان انا اتقال لي قوم اغسل ايدك فانا مش هغسل ايدي، ده اسمه عناد، تمام؟ غير دلع، غير كذا، غير الكلام ده كله. العناد ده بيجي مثلا مع فرط حركه، تلاقي الواد شقي جدا، مش قادر يقعد، مش قادر يذاكر، مأثر على دراسته في البيت، انتباهه بيتشتت، بيطلع الالعاب بتاعته كلها يلعب بيها، بيعمل حوادث كتير، بينط من فوق السلم، بينط من فوق الترابزين، بيطلع لحتت عاليه، بيعمل سلوك خطر. يبقى كل الحاجات دي بنسميها فرط حركه وتشتت انتباه. بيبقى عنده اندفاعيه برده قويه جدا. يبقى كل الحاجات دي دايما بتيجي مثلا مع اضطراب العند، تمام؟ ما جيش انا بقى طفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه وعنده اضطراب العند واجي اقول له انا هعمل لك جلسات فرط حركه وتشتت انتباه. طب والعند ده راح فين؟ طب ما انا في الجلسه العلاجيه كل ما الاخصائي هيقول له اعمل كذا او حط كذا او اعمل مش عارف ايه هيعاند معاه. فانا الاول لازم اقضي على قصه العند ديت، وبعد كده ابدا اشتغل مع اي اضطراب تاني، اشتغل مع صعوبه التعلم، اشتغل مع توحد، اشتغل مع اي حاجه تانيه، تمام؟ يبقى هو ده البرنامج المفصل. ودي كلمة مهمة جدا جدا جدا، ان مش كل طفل عنده حاجة. يعني مثلا طفل توحد ودوه مع بتوع التوحد، طفل عنده فرط حركة ودوه مع بتوع فرط الحركة، طفل عنده صعوبات تعلم ودوه مع لا ده مش زي ده، مش زي ده. ده فرط حركة ومصاحب بصعوبات تعلم، وده فرط حركة ومصاحب بعناد، وده فرط حركة ومصاحب بسمات توحد. طيب ايه هي سمات التوحد؟ ودي نقطة اتقالت لنا كتير جدا، ويا دكتور طفلي قاعد لوحده طول الوقت وما بيتكلمش. طيب لا، احنا عايزين نفهم بقى يعني ايه صعوبات تعلم، يعني ايه توحد، ودي نقطة في غاية الأهمية. بس قبل ما نتكلم تعالوا نفتكر مع بعض ايه هي أعراض التوحد. نشوف الفيديو اللي بعد كده اللي هو التوحد. لا يعني هي دي مفيش مشكلة، نكمل الفيديو ده. دي الجلسة العلاجية بتاعت علاج الكتابة، زي ما قلت لكم دي في الجلسة بتاعت صعوبات التعلم، ان هو بنحط الشكل. دي جلسة علاجية بتتم في المركز بقى بالشكل والحرف والصوت. طبعا لازم يحصل سيطرة على الطفل طول الوقت. الطفل ده طبعا واضح خالص انه عنده يعني تشتت في الانتباه، تركيزه مش قوي. عرفنا كده ليه؟ ان هو طول الوقت قاعد بيفرك، هتشوفه هتلاقي طول الوقت حركة، ايده الشمال بتتحرك، ايده اليمين بتتحرك. يبقى احنا هنا لازم نخلي الطفل دايما تحت الميكروسكوب في الجلسة، تمام؟ طبعا الصوت مع الحرف، مع هو بيشيلهم الاثنين بيرجعهم تاني بعد الجلسة، بياخد مكافأة. كل الكلام ده بيحصل في الجلسة. طبعا هنا يعني ده طفل متقدم نسبيا، فحط له 3 حروف. العدد بتاع الحروف ده بيتم على حسب الجلسة العلاجية بتاعته، تمام؟ شكرا للفيديو يا جماعه، شكرا للفيديو. طيب يبقى هنا عايزين نطلع بكم معلومه كده مهمين نخليهم حلقه في ودننا. اول حاجه صعوبات التعلم ده حاجه بتتعالج،
تاني حاجه ان الـ كل الاضطرابات بتبقى مصاحبه بحاجات تانيه، ودي حاجات بتتعالج كويس. اهم حاجه التشخيص، العلاج المكثف، الجلسات المتفصله للطفل ده، ودي نقط مهمه جدا لازم نحطها في ودننا. طيب سريعا كده ناخد الفيديو اللي بعد كده بتاع التوحد ونفتكر مع بعض ايه هي اعراض التوحد. ده طفل طبعا عنده توحد، طول الوقت بيبقى قاعد، شايفين الترتيب بتاع الحروف بتاعته، ده في جلسة علاجية المفروض ان هو الرفرفة، مفيش اتصال بالعين، لابس بامبرز لغاية دلوقتي، مفيش تحكم على البول ولا البراز. الطفل ده بيعاني من نوبات غضب شديدة، الحركات النمطية اللي هو بيعملها على الفيديو هيت، الحركات دي بتبقى حركة وتفكير نمطي. يعني ايه نمطي؟ يعني مكرر. ممكن يزحف على الارض وبيصرخ بكلام مش مفهوم. ده مش صوت يا جماعة، ده اصوات غير مفهومة. الطفل ممكن يكون بيتكلم عند عمر سنتين لثلاث سنين وبعد كده بيفقد الكلام تماما، يعني بعد ما يقول بابا وماما ويمشي ويتحرك مش عارف ايه، بعد كده بيفقد الكلام تماما. بيبقى عنده اضطراب حسي في الالم واضطراب حسي بدرجات الحراره، ما يحسش ان هو في الصيف او في البرد او في الحر، الكلام من ده كله. طيب ناخد اخر فيديو معانا النهارده عن التوحد برضو علشان نفتكر طفل التوحد بيلعب ازاي، اقدر اكتشفه بدري ازاي. احنا بنقول العلاج، التدخل المبكر لعلاج التوحد هو افضل علاج للتوحد. ده الطفل نقدر نشوفه من اللعبة بتاعته. اللعبة بتاعته دلوقتي ان هو ماسك الموتوسيكل بتاعه قاعد بيلف في العجله، ده حركه نمطيه اقدر انا القطها. بيبقى معاهم كمان ان هو ما بيبصش في العين قوي، يعني شايفين الطفل قاعد بيتصور، المفروض ان هو بيتصور دلوقتي بكاميرا او بموبايل او كده، مش هامل كل الكلام ده، وقاعد مركز قوي 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 ان هو يلف في العجله بتاعه الموتوسيكل. يبقى تخيلوا بقى ان الطفل ده من عمر سنه ونص سنتين اقدر اشخص واقدر اتوقع. شكرا للفيديو يا جماعه. يبقى هنا اقدر اشخص واقدر اتوقع ان الطفل ده عنده توحد، ومن هنا التدخل المبكر، التدخل المبكر المكثف لعلاج التوحد هو ده اللي هيجيب لي افضل نتيجه. دائما وابدا بقول ان التشخيص المظبوط والفريق المدرب والعلاج المكثف والتخاطب واضطرابات النطق لمرضى او لاضطراب التوحد هو افضل نتيجه. الحد بيني وبينك ايه؟ عند سن 5 سنين. كل ما هتدخل بدري هوصل للسن ده بشكل مظبوط، يبقى هاجي عند السن ده طفلي يكون نسبه الذكاء بتاعته حوالي 70، يكون طريقه الكلام بتاعته بيقدر يتواصل مع الاخرين، اقدر ساعتها وانا مستريح جدا اقول لك الحمد لله على سلامة ابنك، يقدر يخش مدرسة، يقدر يتابع حياته، يقدر يكمل في دراسته، مفيش مشكلة. وممكن تواجهه بعض الاضطرابات، هيبقى فيه متابعة، لكن هو دلوقتي بقى كويس تماما ويقدر يكمل حياته، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. اضطراب التوحد بيجي لوحده؟ لا، بيجي معاه فرط حركة اوقات كتير، بيجي معاه تأخر اوقات كتير، بيجي معاه وسواس قهري، ان الطفل فيه فكرة بتدور في دماغه طول الوقت، عايز اغسل ايدي، اصل ايدي مش نظيفة، طب اصل الفكرة دي مضايقاني. يبان على سلوكه ازاي؟ ان هو يحب يحتفظ بكل حاجة عنده، ما يحبش يرمي اي حاجة، يحب النظافة طول الوقت، يحب يبقى منظم جدا جدا لدرجة ان هي تأثر على مواعيده في المدرسة، يأثر على مواعيده في المذاكرة، طول الوقت نفسيته متضايقة، مش قادر يتواصل مع أصدقائه، مش قادر يكون صحاب. يبقى هنا أعرف ان طفلي عنده مشكلة الوسواس القهري. طبعا يا جماعة يعني هو الوقت معاكم بيمر بسرعة جدا، لكن انا عايز في نهاية الحلقة افكركم بحملة اطمن على طفلك اللي بيرعاها مشكورا مركز دار الامل لطب نفس الاطفال. الحملة ديت بتتكون من المفروض ان هو تشخيص مقابلة للطفل وجميع الاختبارات المطلوبة ليه، البطارية بتاعته بنسميها بطارية، مجموعة اختبارات كده مع بعض بنسمي المجموعة ديت بطارية. المجموعة ديت الطفل بيتخللها كلها بالعلاج، ودي بتبقى يعني بأسعار رمزية. بننتظر تليفوناتكم طول الأسبوع، بنرد على كل أسئلتكم، الأسئلة اللي بتيجي عليها اتصالات كتير بنعرضها الحلقة اللي بعدها في برنامجكم بكرة أحلى، علشان بنقول إن الحلقة لازم تكمل.
الحلقة الكبيرة اللي هو وعي الأهل، وعي الأم ووعي الأب، وده اللي احنا بنحاول في برنامجكم بكرة أحلى بنعمله، التشخيص الدقيق والعلاج المكثف، وده دار الأمل بيعمله، وإن احنا نبدأ نتحرك وإن احنا نبدأ نعي بالكلام ده، فالحلقة توصل وإن شاء الله نشوف أطفالنا وأطفالكم وأطفال العالم كلهم في أحسن صحة وأحسن كفاءة نفسية، اللي هتكونه إن هو يبقى أحسن راجل في الدنيا بعد كده. أشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الأمل بتقول برافو لكل طبيب تابع أحدث الأبحاث وقدم خدمة ممتازة للناس، برافو لكل طبيب فكر في ظروف الناس وقدم خبرته واهتمامه بأسعار تقدر عليها الناس، برافو لكل أب وأم اهتموا بالتشخيص المبكر لمشاكل أولادهم النفسية، لأن ده بيساعد كتير جدا في الوصول لعلاج التوحد وصعوبات التعلم والقلق ومعظم الاضطرابات النفسية. مركز دار الأمل، أفضل مستوى في تنمية المهارات، أفضل سعر، أفضل اهتمام، أفضل تقييم نفسي، إشراف طبي مميز، والأول مرة في مصر تجتمع الخبرات الطبية النفسية للأطفال في مكان واحد، دار الأمل. للاستفسار اتصل على 011-35-46-48-8. أطفال خرجوا من عالمهم إلى عالم آخر من الوحدة، لا يعرفوا شيئا عنه، يجيدون لغة الصمت أو لغة التأمل، لا يستطيعون التعبير، لا يعوا من حولهم، يحتاجون إلى الرعاية. أطفال التوحد يريدون الخروج من عالمهم إلى عالمنا. نسبة كبيرة من الأسر اللي فيها طفل بيعاني من التوحد بيقولوا تعبنا، دفعنا فلوس كتير، لكن الأمل هيفضل موجود. مع مركز دار الأمل، أفضل الأطباء والخبرات النفسية في طب نفس الأطفال، تشخيص وعلاج حالات التوحد، استشاريون وأخصائيون بأسعار تقدر عليها الناس، أفضل مستوى في تنمية المهارات، لأن مستقبل أولادنا هو أغلى حاجة في حياتنا، لازم نساعدهم ونكمل المشوار مع مركز دار الأمل. للاستفسار اتصل على 011-35-46-46-8. برنامجكم بكرة أحلى هيحل كل مشاكل أطفالنا النفسية والسلوكية. يعني إيه التدخل المبكر لعلاج التوحد؟ أحدث طرق علاج التأخر، ابن عنده فرط حركة إزاي عالجها، ابن عنده صعوبات تعلم إزاي أحلها، كل ده وأكتر عشان يكون